السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في حصاد الظهيرة مع إيمان عباي وقمر الدين بوزيد. وإليكم العناوين. في أولى تداعيات سقوط الإخوان في مصر على إسلامية الجزائر، حمص تراجع خطابها السياسي. بعد الجريمة الشنعاء في حق الطفلة نادية، عائلة الضحية تطالب بحكم الإعدام. رغم تقدمه في السن، عم محمد مثال على كسب لقمة العيش بالرزق الحلال. وفي حصاد الظهيرة تتابعون في ملفنا الرمضاني، في ظل موجات الحر المتزايدة، أودية جيج القبلة للصائمين. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذا الحصاد. اجتمعت قيادات سياسية وشخصيات وطنية ومرشحين لرئاسيات 2014 على مائدة إفطار رمضانية أخذت نكهة سياسية نظمتها حركة مجتمع السلم، أين اجتمع قادة التيار الإسلامي بالجزائر ورموز فاعلة في حزب الفيس المحل وسط حضور لافت لمرشح رئاسيات المستقل أحمد بن بيتور. أين أكدت حركة مجتمع السلم في تطور لافت في خطابها أن الوقت الراهن في إشارة لتداعيات ما يحدث بمصر وتونس يستدعي جمع شمل كل الحساسيات السياسية بالجزائر بمختلف مشاربها من أجل بلورة تصور مشترك للوصول بالجزائر إلى بر أمان عقب رئاسيات 2014. أحمد حفصي كان حاضرا ورصد التصريح التالي. شعرنا بأن الجزائريين في حاجة للقاء، بأن المنطقة العربية في خطر كبير جدا، وأن الجزائر مستهدفة، ويخطئ من يعتقد بأن الجزائر ليست مستهدفة. إذا غرقت مصر في فتنة عمياء، علينا نحن أن ننتظر دورنا، لأن الجزائر يتربص بها، ولذلك الضمان لحفظ الجزائر مما يمكن أن يسيء لها هو وحدة الجزائريين، هو لقاء الجزائريين، هو التقارب بين الجزائريين، هو الحوار بين الجزائريين، هو التفاهم بين الجزائريين في مساحة المشتركة. نحن متنوعين، نحن لا يشبه بعضنا البعض في كل شيء، كل منا له أفكاره، له آراءه، له أولوياته، له ربما يعني خلفيته الفكرية، ولكن في آخر المطاف نحن جميعا جزائريون، وهذا البلد بلدنا جميعا، ولابد أن نلتقي من أجل ما يصلحه وما يوحده ويضمن مستقبله. وفي سياق رئاسيات الربيع المقبل، دائما أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الذي تغيرت لهجته تجاه العديد من القضايا الراهنة، أكد أن حمص تطالب عبر مقترحات سترفعها بعد انتهاء المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية بتقليص أوجه تدخل الإدارة في عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا من خلال فسح المجال أمام الأحزاب لمراقبتها والإشراف على كل مراحلها، معتبرا أن مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقتها الحركة ستتبلور نتائجها بعد عيد الفطر مباشرة. نحن تحدثنا عن مبادرة سياسية اسمها مبادرة الإصلاح السياسي، وكل نقاشنا وكل حواراتنا مع الأحزاب السياسية هو حول هذه المبادرة. نحن لم نصل بعد إلى الحديث عن الترشيح، نحن الآن كانت فيه مشاورة أولى أوصلتنا إلى هذه المبادرة، بعد ما وزعنا المبادرة نحن في سلسلة مشاورة ثانية في لقاءات مستمرة ستستمر كل شهر رمضان حتى ينتهي رمضان. حينما نعرف وجهات النظر المختلفة حول هذه المبادرة سنعقد ندوة سياسية ونقيم الوضع وننتقل إلى مرحلة أخرى. في اقتراحات كثيرة، نحن الآن بصدد تطويرها، من بينها أن تنظيم الانتخابات هذه المرة لا يجب أن يكون بين يدي الإدارة، يعني لا يمكن أن الإدارة هي التي تسيطر كلها وحدها 100% على تنظيم الانتخابات، يعني لابد من طرق جديدة لتعطي الطمأنينة والضمانات، وهذا موضوع من مواضيع المشاورات مع الأحزاب لم يتبلور بعد بشكل نهائي. وفي رده على سؤالي حول أي تداعيات مرتقبة لما يحدث بمصر وتونس من تمرد على الإسلاميين والمطالب المنادية بإسقاط حكمهم على حدود التيار الإسلامي بالجزائر خلال رئاسيات 2014، أكد عبد الرزاق مقري أن للجزائر خصوصية وأن الطبقة السياسية واعية بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات. أحمد حفصي رصد التصريح التالي. فيه مؤامرة على الحكومات التي انبثقت من انتخابات حرة ونزيهة، ولا يوجد في الضمير الإنساني وفي العمل السياسي في العالم أن حزب سياسي يحكم عليه في خلال سنة ثم بعد ذلك يحرك الشارع
لإسقاطه في خلال سنة. هذا أمر غير معلوم، وخيوط المؤامرة بدأت تتكشف. مؤامرة الصهاينة متورطين فيها، عملاء الصهاينة في المنطقة العربية في تونس وفي مصر متورطين فيها. الجزائر لها ظروف أخرى ولها تاريخ خاص بها، وأعتقد بأن الطبقة السياسية ناضجة جدا. هذا اللقاء الذي رأيتهم اليوم دليل على أنه لا يوجد تمزق في الطبقة السياسية، لا يوجد تشرذم في الطبقة السياسية، وأن الطبقة السياسية بكل تنوعها هي قريبة من بعضها البعض، هي قابلة للحوار فيما بينها، ولها خبرة وتجربة كبيرة وتعرف معنى الأزمة، لأن الجزائر مرت بأزمة كبيرة جداً. من جهته أكد القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المحلل هاشمي سحنون في تصريح للنهالة أن موعد رئاسيات 2014 فرصة للم شمل الجزائريين، داعيا جميع الحساسيات والتشكيلات السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة دون إقصاء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر. والله يا أخي الجزائر هي جزء من العالم، هي جزء من العالم العربي، وبالتالي قد تتأثر بالأحداث اللي راهي توقع من هنا وهناك، ولكن احنا إن شاء الله عندنا كل الإمكانيات باش نتفاداو الوقوع في هذا الفتنة اللي راهي واقعة في العالم العربي. إذا كان المسؤولين نتاع الدولة نتاعنا والأحزاب كانوا في المستوى، إن شاء الله نقدروا نجنبوا البلاد نتاعنا فتنة كما هذا. والله أن يلتقي الجميع ويتنازل كل، يعني ما نقولش يتنازل على المبادئ نتاعه، ولكن يقدم بعض التنازلات حتى نلتقي في وسط الطريق، لأن البلاد هذه راهي لينا الكل، ما نقدر حتى واحد يقصي الآخر، ولذلك يعني يتنازلوا شوية شوية ويلقوا حل وسط ونحفظوا به البلاد نتاعنا من هذه الفتنة. الرئاسيات على كل حال مازال شوية وقتها، ولكن الرئاسيات أيضا لازم تكون خطوة إلى الوحدة، خطوة إلى جمع الشمل، ماشي خطوة إلى زيادة التفرق. وفي ذات السياق أكد العلامة الشيخ محمد الطاهر أي تعالجت على ضرورة وحدة الصف، داعيا جميع الجزائريين إلى نبذ التفرقة ورص صفوف من أجل سلامة الجزائر في ظل ما يتربص بها من مؤامرات في سياق ما يسمى بالربيع العربي. يجب أن يسبقوا لتكوين الوحدة الجزائرية، لتثبيت الوحدة الجزائرية. الحكام هم الذين يجب أن يسعوا في تثبيت هذه الوحدة التي تحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. نسأل الله أن يكون حكامنا هم الذين يبدأون وهم الذين يسرعون إلى هذه الوحدة وإلى هذا التواضع وإلى خدمة الجزائر. في موضوع آخر، تحت حراسة أمنية شديدة وحضور وتوافد غير مسبوق للمواطنين، عاشت محكمة مستغانم صبيحة الأحد أجواء مشحونة بعد تقديم الجنات في قضية جريمة القتل التي راحت ضحيتها الطفلة نادية بن مختار صاحبة العامين فقط أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى للسماع في الحضور الأول للجنات والأطراف المدنية، إضافة إلى شهود، أين توجهت كامل الأنظار نحو أبواب المحكمة لمتابعة تفاصيل القضية التي انتهت باعتراف الجانية في أول جلسة لها أمام قاضي التحقيق بالجرائم المنسوبة إليها من خلال إعادة تركيب تفاصيل الجريمة النكراء التي ارتكبتها في حق الطفلة البريئة، حيث أصرت عائلة الضحية على الحكم بالإعدام. أنيس بن حالة وسفيان معمر انتقل إلى حي الضحية قادوس المداح وسط مدينة مستغانم وعاد لنا هذه الأصداء. قلت لهم قالوا لي لا مكر حتى حاجة. قعدنا، دخلت أنا رقدت، بنتي تحتي وأنا راكدة فوقها. بنتي هي راكدة تحتي وأنا راكدة فوقها. ما حوسناش عليها، هي تبكي معانا وإحنا. كنت تحت الباسينة، كديتها في باسينة تعمى. هي كتلتها الأولى، هي الأولى كي ديتها زيرت عليها بخيمار، جيفتها بخيمار كحلتها راسها. الحياة اللي تخصنا تعطينا ونعطوها، مايدة وحدة. مين جات وقالت لنا تودرت انا الفوق، عيطت لي قالت لي روحي نروحوا نحوسوا عليها. طلعت معايا للسونترار، مين طلعت معايا للسونترار رحنا الاولى عند الصور، قعدت تبكي عند الصور، تخرجي تصاورها من خوذاك مصورتها. طلعنا للسونترار دخلنا في رحبه قعدت تبكي معانا، جينا هنايا قعدت تبكي، تغاشت لنا هنا في الدار، قسوا عليها في الماء، في كل حاجه قعدت تجري معانا. الفتاه وديت عليها باش نشكل الفتاه، شفتها مضروبه طرفها مضروبه قاصر قال لها ومدقوقه هنا بال 34 دقيقه. وجوج عندها دوك جوج جوج سيليكسيون كان يهضر وندم تقوقع مضروبه كمكمله عليها. راني طالب بالقصاص، من طالب هذه ماشي تاع حبس. هذه الناس هذه لا دخلت الحبس، الناس وليت دير ثاني كيما ولو يديروا الدراري، ما بقى لا مال حتى في مراه، ما بقى لا مال حتى في والو. اللي عندك شهول دي قضبه من مده حتى واحد
هذا مطالبين قصاص القصاص. رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وألهم ذويها الصبر والسلوان. في موضوع آخر، تمكنت حوالي منتصف الليل عناصر حرس الحدود للمجموعة 19 بباب العسى من حجز 11 قنطارا من الكيف عند مفاجأتهم لسيارة محملة، وبعد إنذاره بالتوقف لم يتوقف ما استدعى إطلاق النار عليها. نعم، هذا واستشهد دركيان وأصيب 4 آخرين تابعين لسلاح قوات التدخل السريع للدرك الوطني بجروح متفاوتة الخطورة في انفجار قنبلة تقليدية الصنع عقب إفطار الليلة البارحة بمنطقة زمورة ببلدية مزيرعة ولاية بسكرة. الضحايا في العشرينيات من العمر انفجر فيهم اللغم أثناء قيامهم بعملية تمشيط بالمنطقة، وأفادت مصادر محلية أن شخصين منهم لقوا حتفهم في مكان الانفجار، تم تحويل جثثهم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زريبة الوادي، فيما تم تحويل آخر نحو مصلحة العناية المركزة بمستشفى بشير بن ناصر حيث أصيب على مستوى البطن، كما تم تحويل الثلاثة الآخرين نحو مطار محمد خيدر ببسكرة قصد تحويلهم للمستشفى العسكري بورقلة. هذا ووصفت حالة بعضهم بالخطيرة، فيما تم نشر قوات مختصة قصد تمشيط المنطقة للبحث عن عناصر إرهابية قد تكون ما زالت بالجهة التي تعد ممرا للجماعات الإرهابية بين الجنوب الشرقي والشمال الشرقي باتجاه باتنا وتبسة. نعم، هذا ومشاهدينا، هذا وقد وردنا اللحظة خبر وفاة شرطية بعد إطلاقها عيارا ناريا 7 ملم على رأسها قبل 4 أيام لتنقل لمصلحة الاستعجالات أين توفيت بذاتها المصلحة بولاية ميلا. نعم، وفي موضوع آخر، انطلقت اليوم فعالية افتتاح الدورة 10 لمسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم بدار الإمام بالمحمدية، والتي ستستمر فعاليتها إلى غاية 4 أوت، حيث أشرف وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله على الجلسة الافتتاحية والإعلان الرسمي عن افتتاح الفعاليات. وحسام الدين لشهب عدلنا بالتالي. ترحب بهؤلاء الفرسان الذين سوف يتبارون إن شاء الله تحت إشراف لجنة التحكيم، وسنختم إن شاء الله في ليلة 27 من شهر رمضان المعظم، شهر الصيام، شهر القرآن، سنعرف من هو الفارس الذي سيكون أو سينال هذه الجائزة، فنعلن إذن عن افتتاح المباراة و الجائزة الدولية للقرآن الكريم إن شاء الله.